بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومدى سومالي الآن ميل ولين شوغان با دبدي يقولوا تلك قبيعات أوطان يتدويها عاسي ودا قلبك يوم يدها لمسول ويسين تلك عائل كينا هي إلى أن تعقلنا وضع إلى أن إحسان هذه أنا وفتك أن هاي آد يا آد بردي كما تبعنا ولا ليال وحن وصول مغني ورسا يا ورسا دلتا سومالي الآن هي إنت سومالي الآن تعال هي إنت حق أوهي ورسا سفر كنوحوها مدقول وها وتاريخ قري دورة عدم سومال لأن روحها من درك كشبيري أو كنحي ولا ليال هدين بدر أو نسوها القويني يا سنة بدر أو نحرق النفق يا مال بلس أو هي يا سنة بدر أو ندر كنيسيني وأن ندر كنن بدريني يا سنة بدر أو أنت ندر كنيسيني وحيد ودموح بدر دنايين ودكان الوقت كيسرائي وقفوا سومالي آدم قربها تشوف أما دلك هاتشوف أكبر لديك إيهي ما أنت وحالوك مشارين إياه شرعي حديد دتك قاركي أما دوليها وويلة سوبر باوركي أهدائي لغلين إيهي تولدي أتوك هو الذي دائر ما تريد نفسك شدارة من الدهديش إذن أقول شوف مقلقيه نوار مقلقي الألقي نواركي يروح كلا عائلي دلك مرايكرك ولا ليال شرعي حديد هذا الكلام الآن آدو ليسرين ودقاها عدو غير وكاه سيد دولاه وأول ما أنت واحد أركيسين يدو أول دقاها دولة مريك وأي أورا عيدين أول دقيسين يال عوزك السومال لا يدريكو ولا ليال حديد دربو إن أول هروب ويترين وحيارا عن دولش حق لين هايسا وحبايا لنسيا وحد يقول شرعي ما تنضمن شو إلى الدبل كي نغاي سوني في حيسو أولا الهروس على بوش كي دلهاي ولا ليال وار كيسين وحد يقول مغرين مدلل سوى العشاء لما عشو سد عشاء للسعودين بحث المشري بوياري انت كلام هاو قالي وحد وقال لي سد إيانا ما تنشر وعن وقال لي وحياة كل الدول الدولة مركّكة يبقى يعمش الجودة يمشي مع عدهودة يبقى عدهود بارسة يحرش لون شبعته بروك راح يسون يورها أنت وح نون إراء أنت هيك يرين وهمي اليوم بالنا وربو ضايعين تدك سومالي لان شعراء وهالجميع بروجوا جها ومن رب يسوي بقارهان ذلك مركّكة دب ما يسوي بيد يك هذا يا قار وربا ملك لك صوبك انت تقول توك عشان تكون مغرين قبل يوم هاو عروس ولكن على قد على نفتك على سنة سنة ودي وحنا بين سنة سنة وعرفتين ما انت دولة مريكا ودولة ديو اي كانوا كل هذا اللي تلك الصومالي لان يوحي الصومري ووقتي انا نقول جنبان وكمان وحين الصفر يعني إنه رسوا يا مات الله على تلاف وقرا برياج إخوان ناري من وحنا سير إخوان ناري من نتاجر إخوان ناري من أنت ما أنا يعني سامي وما قاس حق وحول الدولة قر جوله باتيرين إعتراف حولها سنوات ما يوحى مسد يا رناي إلى وح وان أهل الدولة قبصان بعد لا قبصان أنا وكرامي إعتراف أو قدرينا إلى نور هذا وح الله وكم ديهم كل هذا سياسي بوتاي هذا نمطاي هذا أمريكا بره يوم بطل تاعي هذا بقى مشتر تاعي هذا تاعي وأقوم وحبرشان يجلس لحقل مشو أنت ما واحد ديار ولا هاي إذا قلنا تدرس قدرنا هي إلى الوجوه أو نهوش هذا برهوه أو أي مقال يورطق هذا نو تدرس ولا ترى لون برهوه ما تسوى حد يقول إلى الباب كذي فرهم وأقوم وأنا هاي إلى مسكشنا دلوا دلوا تحسن ويسدى أو إذا ما أرجع ولا يروح على جوجل تي أو ولا هيسان تلفون ولا إنترنت ولا هيسان إنت ولد المريكة لا بد يقولوا بارلمان سنة تريسك هي كونغرسكو أي لا شرعي
oo ku farayaan dawladda Interdig Soomaaliland loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dawladda. Waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo dirayo oo ay dawayaasha marin u dirayaan muddo yar ayaanu joognay in ay dawladda arrimaha dibaddu si weyn wax loola qabsato oo hawlgasho Soomaaliland iyo cidda ugu soo mareynin. Waana tallaabo maanta igoo kooban iyo adaab inoo furay. Waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeedii iyo shirkadaanu ku jirtay iyo farayntii aan qaran kale noo dhiibay ee distoorku noo faray ee qaranku noo dhiibay qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurubaa ka dhexaysiya Maraykanka in maanta intaanu geynay weliba midiyaha Maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla laga dhegaystay iyo dal walba oo adduunka hadla waa gaarsiiyeen midiyaha Maraykanka. Walaalayaal, iyadoo ceebtu kulushahay idinka wararka intiisi badan hayay, waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay nooga baahan hawlgoda. Maraykanka iyo dadkan dhageysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo fasilita maxay noo qadarinayeen? Annagu ashkhaas baa nahay. Waxay qadarinayeen shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo gudaha iyo dibadba, iyo halkaka ay soo galeen, iyo dalka ay dhisteen, iyo tala wadaaga, iyo dimuqraadiyadooda, iyo inay madaxooda doortaan, iyo inay wixii looga khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysa. Qadarintaa ku mutaysatan hawsha aynu soo galay ee shicibnoodaba ku mutaysay ayaa lagu qadarinayay oo annaga lagu ixtiraamayay idinka lagu qadariyaa lagu joogay. Waxaa loo baahanahay inaanu halkaa ka sii wadno. Maanta meel ilaahay lagu mahadiyaabaynu joognaa, waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysta oo la hadlaya qadiyadda Soomaaliland. Waxaa ku xiga iyadoo ictiraafka oo imaan muuqda maanta maalintii walaalkan aad ku yimid ee aan kora kale ka yimid ee cilaaqaadka mulada xamarowgeysa waxaynu ka mulaqaaday halkan ahayn halkan aan tagnay. Inagu waynu wadaynaa adduunka dowladda boo tegaynaa caalamka oo dhan tuwa boo tegaynaa qadada horeydana iyagoo midaba cilaaqaadka u jareen maantana Maraykanka u jareen hadday ku dhacayaan kii waa ku jareen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Warbaahintaas aan ku soo galay waa cadceed dad badan oo waynu horeeyaa waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen. Waxaa inoo ballana Soomaaliland in hawsheeda iyo isbaheeda wadno dadkeenu oo walaalnimo gacmaha isqabsada inaga oo qadiyadeeda u dhowanaya tayaa hadday qof waliba dhibaatadu qabay isaga oo qarashka oo maraya tiisa ayaa inoo ballana. Aad iyo aad loo mahadsantihi. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah? Hawgaad warshadda Bordery Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida. Haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay, Hawgaad Bordery Mills duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarso.